وهل يعتمر لزوجته وإخوانه وهن بخير وأخواته وهن بخير؟ قلنا الأحياء لا تعتمر عنهم إلا إذا كانوا عاجزين عن الفريضة، إذا كانوا عاجزين عن الفريضة ما سبق أنهم اعتمروا وهم عاجزون عجز مستمر ما يمكن يجون، يعتمر عنهم عمرة الإسلام، كذلك يحج عنهم حجة الإسلام إذا كانوا ما حجوا لأنهم أصبحوا غير قادرين. أما إذا كانوا قادرين ومتعافين فلا يعتمر ولا يحج عنهم، هم يأتون ويعتمرون ويحجون بأنفسهم.